في الديف لمسة جميلة إيمان محيوس أول كرة يلمسها مرة الجهة اليمنى لمسة جميلة داخل المنطقة توزيع على لاعب بخطوط متماسكة لتضييق ميساندو لمسة جميلة على مشارف المنطقة ولكن هنا لها مساحة كبيرة من الزمن لكائر لمسة حاضرة داخل المنطقة توزيع على غندية لكن تغطية دائما القراءة الدفاعية المرة الأولى بقميص المنتخب الوطني الجزائري من حماد عبد اللي على الجهة اليسرى يغيرها تماما يأتي اليسرى عمورة عنده الكرة بجانب حماد عبد اللي هدفين دون مقابل ثم الفوز ضد النيجر في مدى النتيجة لكن المباراة ستكون صعبة اليمنى هذا هيثم نصيف وجد المساحة ولكن العودة الموفقة عن طريقها دائما بوبوسي في الكرة محاولة في القائمة الثانية خطيرة رأسية ضاعت الله كرة كانت جميلة محاولة ورأسية وجملة من قاموس تمريرات المنتخب الوطني الجزائري حماد هجم بالماضي خطيرة هنا الأول قد يأتي ولكنها طالت فرصة كانت جميلة من هناك مع عمورة عنده الكرة يبحث عنها حماد عبد من أيمن محيوس ملعوبة طويلة إلى الأمام عنده الفرصة هنا هيثم نصيف بحث عن التوغل بحث عن المرور ولكن تريد تسجيل أول أهداف المباراة كرة خطيرة في العمق ولكن توج معه بالدوري سنة 2010 بدر الدعادات الجزائرية مرة أخرى عن طريق هاريس بالقبلة كان ذكي جدا واستفاد أهداف المباراة حماد عبد اللي يرفعها في القائمة الثانية خطيرة جميلة جميلة الرأسية من القائد من الكابتن بحثوا عن التوغل فرصة خطيرة ولكن هيثم نصيف كان في التغطية ولكن عن طريق أسامة شيتا خطيرة المحاولة ولكن شك ستكون خطيرة على دفاعات المنتخب تغطية دين بوعناني بلمسة بمهارة يحاول المرور ولعب كرة طويلة إلى الأمام إلى بدر الدين بوعناني والإبعاد من هاريس بالقبلة تسديدة من مسافة بعيدة لكنها من دون عنوان هاريس بالقبلة والمهام الدفاعية التي أمرها من دون شك يا سادة كرة ملعوبة على الجهة اليمنى لكن التغطية كذلك إيمانويل ملعوبة لكن التغطية عن طريقها كرة في الجهة اليسرى وصل عليها كي ينظر خطيرة 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 المحاولة ولكنها تخرج إلى ضربة ركنية محاولة كانت خطيرة داخل المنطقة استلمها بحث عن المرور بحث عن اللمسة عن التوزيع بعد ذلك لمسة لكنها خاطئة من مصر هذا من عمورة خطيرة المحاولة حاضرة داخل المنطقة خطيرة ولكن كرة طويلة ملعوبة باتجاه أيمن محيوس لكن المحاولة بعد هذه التسديدة جميلة الكرة الله أول جميل بأقدام الصغير محمد الأمين عمورة الذي وجه الضربات الأولى هنا على حلبة جابوما وبالتالي تقدم جميل مستحق بعد التسديد محمد الأمين عمورة زين الدين بليد يبحث على بدر الدين بوعناني لمسة جميلة ملعوبة بعد ذلك على الجهة اليمنى هيتسا بالقبلة رامي بن سبعيني يلعب مع زين الدين بالعيد والحكم صفر خطأ لزين الدين قبل انتهاء الفصل الأول خطيرة الكرة المحاولة الرأسية دونه محمد الأمين عمورة أسامة شيتا يبحث عن التقدم لكرة جميلة في القائمة الأول الرأسية كم لم يصفر شيئا ملعوبة في القائمة الثانية مع كتيبة اتحاد الجزائر كرة حسم تأهله إلى كأس أمم إفريقيا عمورة حماد عبدلي لم يتمكن منها أيمن محيوس خطيرة المحاولة توغل دخل داخل المنطقة كرة كانت خطيرة محاولة عن طريق ماتو كاسيم هذا اللتة أخرى جميلة المحاولة لكن العودة إلى المهام الدفاعية منطقة تقدم بسرعة دخل وسع كرة ملعوبة الكرة على الجهة اليمنى عن أسامة شيتا في وسط الميدان هذا عزيز كايوندو بعد ذلك زين ذلك حماد عبد اللي هذا محمد الأمين عمورة ولكن الوطني الجزائري ملعوبة بعد ذلك تغطية عن طريق زين الدين بليد ولكن الحكم صفر خطأ على مشارف المنطقة خطيرة الكرة ولكنها مرت إيمانويل كرة لكن مقاييس قدمه وسط الميدان تغيرت من هناك على الجهة اليمنى ثم نصيب بجانب رياض محرز هذه خطيرة كل الله المحارب إذا لم يسجل مرر كرة جميلة دقائق قليلة بل ثواني معدودات كانت كافية لبطل أوروبا أن يرى محاولة جميلة على مشارف المنطقة ولكن رامي بن في صدارة ترتيب هذه المجموعة برصيد أيمن محيوس ومحمد الأمين عمورة هنا جميلة المحاولة حذاري من الأخطاء ولكنها طالت إلى ضربة ركنية بعدما ضيعها حاول عن طريق عزيز لكن التغطية حاول وغندية جميلة تسديد لكن
تسديده من خارج المنطقه لأوغنرور، يبحث عن المراوغه، يبحث عن الضرب من مناطق لمسه حاضره على الجهه اليسرى، لكن التغطيه طونكو عنده الكره يتوغل داخل المنطقه، لمسه جميله والخطا من هيثم لصيف، هدف اول لأوغندا، وبالنيران الصديقة هيثم لصيف يمنح أوغندا هدفا أول. معليش يا هيثم يا لصيف، قدمت مباراة جميلة جدا، مباراة كبيرة،